شهدت منطقة الهرهورة حملة تطهيرية واسعة النطاق قادتها السلطات المحلية، حيث تم حجز 30 قاربا ترفيهيا غير مرخص. الحملة التي أشرفت عليها اللجنة المكونة من مجموعة من الجهات المعنية جاءت بعد إعطاء الإنذارات اللازمة لأصحاب القوارب لإخلاء الشاطئ من المراكب غير المرخصة. اللجنة التي أشرفت على العملية ضمت شخصيات بارزة من مختلف الهيئات الرسمية بما في ذلك الباشا أعباب والقائدة سارة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى موظفي جماعة الهرهورة والوقاية المدنية والملاحة التجارية وممثلي وزارة الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ والدرك الملكي والقوات المساعدة. هذه التحالفات المتعددة تعكس جدية العملية وسعي السلطات إلى تطبيق القانون وتنظيم استخدام المرافق البحرية بشكل صارم. العملية لم تتم إلا بعد توجيه الإنذارات الضرورية لأصحاب القوارب، مما أعطى الفرصة لهم لتصحيح أوضاعهم القانونية وتجديد تراخيصهم. يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود مستمرة للحفاظ على النظام والأمن في السواحل وضمان الاستخدام المسؤول للمرافق البحرية. السلطات المحلية تشدد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام القوارب، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الشواطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال. هذه الخطوة تأتي ترحيبا من قبل سكان المنطقة الذين يعتبرونها ضرورية لحماية البيئة البحرية وضمان السلامة على الشواطئ. ومع ذلك يتوقع أن تستمر عمليات التفتيش والمراقبة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات في المستقبل، مما يعزز من الاستقرار والتنظيم في منطقة الهرهورة الساحلية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.